تنفيذا لقرار العفو الرئاسي، الداخلية تفرج عن 1920 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء. الجيش السوداني يؤكد أن قيادات الدعم السريع فقدت السيطرة على عناصرها ويتعهد بحسم المواجهات سريعا. موسكو تؤكد سيطرتها على مناطق جديدة غربي باخموت، وكييف تتحدث عن تأهب سفن روسية حربية بالبحر الأسود من بينها غواصتان مزودتان بصواريخ كاليبر. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 1920 نزيلاً تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم. يأتي القرار بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا ارتفعت تكبيرات عيد الفطر المبارك بين جنبات مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان، فقد حرصت وزارة الداخلية على إقامة صلاة العيد داخله في إطار منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تعتمد في أحد محاورها على إحياء المناسبات وإقامة الشعائر الدينية، وفي حضور عدد من قيادات قطاع الحماية المجتمعية وشيوخ الأزهر الذين قدموا التهنئة للنزلاء. كما قدم عدد من رجال الدين المسيحي التهنئة للنزلاء بمناسبة العيد. نحن قد أدينا صلاة العيد اليوم مع النزلاء لكي يشعر النزلاء كما يشعر ذويهم أنهم يؤدوا الصلاة في وسط الناس وفي وسط جموع الناس، ويشعرون بشعيرة الله سبحانه وتعالى. كنت بصلي بحرية في جامع واسع، في مكان محترم، كلام كويس. بجد احنا اتبهرنا بالحاجة الكويسة اللي شفناها هنا. فرحة العيد امتزجت مع فرحة المفرج عنهم بقرار رئيس الجمهورية رقم 152 لعام 2023 بشأن الإفراج عن المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، حيث تم الإفراج عن 1920 نزيلاً. كلمة شرف اتحققت لما الإيدين اتعلمت إزاي تواجه الظروف. لأول مرة تحتضن قاعة الاحتفالات بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان احتفالية بالمفرج عنهم الذين عبروا عن شكرهم لرئيس الجمهورية ولوزارة الداخلية على النقلة النوعية التي تشهدها المنظومة العقابية في مصر، والتي قومت سلوكياتهم وساهمت في تأهيلهم وفق برامج إصلاحية متطورة بهدف الانخراط في المجتمع. تعلمت ازاي اقرا وازاي اكتب، والحمد لله اللي انا اخرج اعرف اعلم بنتي واربها كويس. انا ما كانش معايا شهاده، اخذت شهاده مهومه من هناك. واحد مش معاه صنعه بيتعلم بيطلع من هناك بني ادم كويس. انا اتعلمت الشغل اليدوي، وان شاء الله اطلع أعمل الشغل ده بره وأعلم بناتي. طبعاً مراكز الإصلاح والتأهيل أهلتنا لنطلع إنسان جديد تاني ونشوف أهلينا ونطلع للحياة تاني، ونشكر سيادة الرئيس وكل سنة وأنتم طيبين. وجاء الإفراج عن هذا العدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بعد عقد لجان العفو اجتماعاتها والاطلاع على ملفات النزلاء لمعرفة من تنطبق عليهم شروط العفو، والتي أسفرت عن الإفراج عن هؤلاء الذين عبروا عن فرحتهم بالإفراج وبقضاء أول أيام عيد الفطر المبارك وسط أهلهم وذويهم. أنا بشكر ربنا الأول فوق كل حاجة، إنه الحمد لله أنعم علينا بنعمة العفو الحمد لله، وبشكر برضه الرئيس عبد الفتاح السيسي. دي فرصة جميلة إن أنا يعني ما أرجعش طبعًا لأي غلطة تاني، إن أنا ممكن إن أنا أقدمها تاني. أنا فرحانة إن أنا خارجة ولولادي وعايد معاهم وأقضي معاهم العيد، وبشكر سيادة الرئيس إن هو
خرجني في العفو عشان اكمل تربيه ولادي صح واعلمهم وربيهم. فرحتي فرحتين ان انا مروح لاسر اهلي وناسي، والحمد لله تعلمنا حاجات كتير. والله انا هكون مبسوط ان انا اطلع عايش مع وسط اسرتي وعايش انسان جديد. ينتظر المفرج عنهم حياه جديده عقب الافراج بعدما تعلموه داخل مراكز الاصلاح والتاهيل، لكن تبقى فرحتهم كبيره بهذه اللحظه التي يلتقون فيها مع ذويهم عقب خروجهم من بوابات مراكز الاصلاح والتاهيل ليبداوا من جديد مبتعدين عن كل سلوكيات خاطئه. فالتوسع بالعفو احد اهم ادوات السياسه العقابيه الحديثه. انا مش مصدق ان الايام المفترقه دي العيد بتاعنا والفرحه بتاعتنا هتبقى فرحتين. انا بشكر السيد الرئيس اللي فرح جميع الشعب المصري بالعفو النهارده. كانت احلى فرحه والله اول ما سمعنا ان اخويا طالع وفرحنا جامد والبيت كله كان فرحان. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ان اخويا طالع وموجود معانا. وهرد للبلد الجميل واقدر اخط المستحيل. مع تواصل احتفال المواطنين في ثاني ايام عيد الفطر المبارك، شارك رجال الشرطة المواطنين الاحتفال بالعيد وقاموا بتوزيع الهدايا عليهم. بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وحرصا من وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الاحتفال بالعيد من منطلق مسؤولياتها الاجتماعية وحرصها على التواصل مع المواطنين والاحتفال معهم بكافة المناسبات، فقد قام رجال الشرطة بتوزيع باقات من الورود على المواطنين من المارة وقائد المركبات في الشوارع والميادين وأماكن الخدمات والارتكازات الأمنية على مستوى الجمهورية. لما الأرض هتتكلم شوف بقى هتقول إيه عن مصر، البلد اللي ولادها أبطال وتاريخهم مليان نصر. لما الأرض هتتكلم شوف بقى هتقول إيه عن مصر، البلد اللي ولادها أبطال وتاريخهم مليان نصر. ربنا يحميكم ويحفظكم لأن أنتوا بتعملوا عمل عظيم لينا وللبلد. كل سنه طيبين وان شاء الله يكون عيد سعيد علينا. كل سنه وانتم طيبين وتحيا مصر وربنا يخليكم لينا. كل سنه وانتم طيبين. الله الله على المصريين لما يحبوها. تحيا مصر. تحيا مصر. يا ابطال والدوك الوعد كلنا واحد دايما مع بعضنا كده وباستتباع. الله الله. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا السيسي. كل سنه وانتم طيبين. طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم. بشكر الضباط اللي هم وقفونا وقالوا لنا كل سنه طيبين وهم دايما في الشارع ومتعاونين معانا وحاسين بالامان معاهم. تبادل رجال الشرطه والمواطنين التهنئه بالعيد مع حرص المواطنين على التاكيد على الدور الذي تقوم به وزاره الداخليه في حفظ الامن وتحقيق الاستقرار في ربوع الوطن، متمنين لهم مزيدا من النجاح في أداء رسالتهم الأمنية. شرطة بجد يعني أمن وأمان للشعب المصري. وزارة الداخلية بنقول لهم كل سنة وأنتم طيبين وربنا يكرمكم ويقويكم. الله الله على المصريين لما يحبوها بجد، بتلاقي عزيمة وتضحية أبطال وتوفي الوعد. كلنا واحد دايما مع بعضنا كده وباستتباع. الله الله على المصريين لما يحبوها بجد، بتلاقي عزيمة وتضحية. بشكرهم كلهم كل الشكر وموفرين لنا الأمان وكل حاجة حلوة في الحياة. كل سنة وأنت طيب وكل مصر كلها بخير وتحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. واللي هيستهون بتاريخها فورا هيلاقي الرب. مصر بخير والله. ربنا يخليكم صحة عليك طيبة. مصر أم الدنيا. كل سنة وأنتم طيبين. تحيا مصر والله. بتلاقي عزيمة وتضحية أبطال وتوفي الوعد. كلنا واحد دايما مع بعضنا كده وباستتباع. واللي هيستهون بتاريخها فورا هيلاقي الرب.
بالتزامن مع الاحتفال بثاني أيام عيد الفطر المبارك، شهدت الحديقة الدولية بمدينة نصر إقبالا كبيرا من الجمهور. في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، فتحت الحديقة الدولية أبوابها لاستقبال المواطنين وسط أجواء من الفرحة والبهجة، وذلك مع تخصيص برامج ترفيهية للأطفال وحديقة حيوان مصغرة، هذا إلى جانب مدينة ألعاب ترفيهية بالحديقة. طبعا الحقيقة احنا بيتم الاستعداد بالحدائق كلها، أو بمعنى أصح مشروع الحدائق المتخصصة خلال فترة شهر رمضان، لأن طبعا الحقيقة بيبقى الشهر ده بيبقى فيه عدد الزوار أو الترافيك بتاع بيبقى محدود إلى حد ما، فإحنا الحقيقة بتبقى فرصة بالنسبة لنا لجميع الحدائق اللي عندنا. الحديقة الدولية أقيمت على مساحة 55 فدانا وتضم عددا من الأجنحة، حيث يعكس كل جناح ثقافة دولة من الدول العربية والأجنبية، هذا إلى جانب المساحات الخضراء والتي تمثل أكثر من 65% من مساحة الحديقة. أنا باجي الحديقة الدولية من زمان. الحديقة الدولية أنا أصلا بحبها من زمان قوي، من وأنا صغيرة. طبعا بحب الملاهي اللي فيها وبحب الاماكن كلها خضراء. انا جايه علشان بحبها وبلعب فيها، والمساحه حلوه والملاهي حلوه بحبها. متعود نيجي هنا على طول، الحديقه الدوليه حلوه. لا هي الحديقه جميله، انا تاني مره اجي بصراحه، بس هي فيها حاجات حلوه وجميله. جميله قوي، ودي يعني انا كتير قوي ومساحتها حلوه قوي، وبعرف العب انا واصحابي، حاجه جميله قوي. المكان حلو، وحبينا ان احنا نيجي نغير جو هنا ونتمتع بالدنيا هنا حلوة والمكان جميل. تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالحدائق لاستقبال المواطنين طوال أيام العيد عن طريق تشكيل غرفة عمليات مركزية وربطها بالمديريات الخدمية والأحياء، وذلك لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من وزير خارجية السويد، حيث بحث تطورات الوضع في السودان وسبل التوصل لوقف لإطلاق النار. تناول شكري الجهود التي تطلع بها مصر من خلال اتصالاتها مع كافة الأطراف، مشددا على ضرورة امتناع أي طرف خارجي عن التدخل بشكل يقوض جهود التهدئة. أكدت وزارة الخارجية أنها تنسق وتتابع على مدار الساعة مع أجهزة الدولة والسلطات السودانية وسفارة مصر وقنصلياتها في السودان أوضاع الجارية المصرية، وذلك بهدف الإعداد لعمليات الإجلاء للراغبين في العودة. وناشدت الخارجية جميع المتواجدين في السودان التزام مناطق سكنهم وتجنب التواجد في مناطق التوتر، مع التحلي بالهدوء والإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة مع التمثيل الدبلوماسي والقنصلي المصري في السودان. أعلن الجيش السوداني أن الحياة بدأت تعود تدريجيا إلى العاصمة الخرطوم وباقي المدن، مشيرا إلى أنه تمكن بشكل كبير من صد الاعتداء الذي قامت به قوات الدعم السريع. وقال الجيش السوداني إن قيادة قوات الدعم فقدت السيطرة على عناصرها، مشيرا إلى أن ما يتم من مواجهات متقطعة هي محاولات يائسة لاستعادة السيطرة، ومشددا على أن قوات الجيش تتعامل بحسم مع تلك المحاولات. نوه الجيش السوداني إلى أنه يصعب تحديد موعد محدد لانتهاء المواجهات، متعهدا بإنهائها سريعا. في
شأن آخر، أعلن الجيش السوداني أنه سيعمل على تقديم المساعدة اللازمة لتأمين إجلاء رعايا عدد من الدول وبعثاتها الدبلوماسية من السودان. وأكد بيان للجيش السوداني أن عملية إجلاء كل البعثات التي تطلب دولها إجلاءهم ستبدأ خلال الساعات القادمة، موضحا أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين ستقوم بإجلاء دبلوماسييها ورعاياها جوا بطائرات نقل عسكري. كما أكد البيان أنه تم إجلاء البعثة السعودية في وقت سابق برا إلى بورت سودان ومنها جوا إلى المملكة العربية السعودية. في الشأن الروسي الأوكراني، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الهجومية سيطرت على 3 مناطق أخرى في الجزء الغربي من مدينة باخموت الأوكرانية. وأضافت الوزارة أن القوات المحمولة جوا قيدت حركة الوحدات الأوكرانية ودعمت تحركات الفرق الهجومية للسيطرة على المدينة. وتخوض وحدات أوكرانية وروسية معارك منذ شهور للسيطرة على المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا. أعلنت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني أن القوات الروسية تحتفظ ب11 سفينة حربية في حالة تأهب قتالي في البحر الأسود، بما في ذلك غواصتان مسلحتان بصواريخ كاليبر. وأضاف الجيش الأوكراني أن الوضع في المنطقة الجنوبية ما يزال صعبا رغم مواصلة القتال، حيث تتسلح الغواصتان الروسيتان ب8 صواريخ كاليبر. إلى ذلك، أعلن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا رفضه الانخراط في الأزمة الأوكرانية، معربا عن رغبته في المساهمة بإيجاد حل تفاوضي بين روسيا وأوكرانيا. وعقب لقاء مع نظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا في لشبونة، أكد الرئيس البرازيلي الحاجة الملحة لجلوس مختلف الدول على طاولة المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا في سبيل إنهاء الحرب وإرساء السلام. أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا تعتزم في المستقبل التخلي عن اليورو والدولار لصالح اليوان والروبل، وستنتقل إلى العملات المحلية عند الدفع مقابل موارد الطاقة. أضاف المسؤول الروسي أن الجانب الصيني يدفع قيمة الغاز باليوان وجزئيا بالنسبة للنفط، وجري كذلك التسديد بالروبل. وشدد نوفاك على ضرورة إنشاء آليات تسوية بالعملة الوطنية نظرا للاهتمام الكبير بشراء موارد الطاقة الروسية. أكد وزير خارجية الفلبين إنريكي مانالو أن خلافات بلاده مع الصين في بحر الصين الجنوبي لا تمثل مجمل العلاقات بين البلدين. جاءت تصريحات وزير خارجية الفلبين خلال إجراء محادثات ثنائية في مانيلا مع نظيره الصيني الذي أبدى استعداد بكين للعمل مع الفلبين من أجل التوصل إلى توافق لحل الخلافات بينهما والتي تتمثل في أحقية السيادة على بحر الصين الجنوبي. وافقت رئيسة اليونان على طلب من رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكاس لحل البرلمان وإجراء انتخابات في 21 مايو القادم. وستجرى الانتخابات بنظام تصويت نسبي، وتظهر استطلاعات الرأي أنه ليس من المرجح أن يحصل حزب الديمقراطية الجديدة الذي يتزعمه ميتسوتاكاس ولا حزب المعارضة اليساري سيريزا على الأصوات اللازمة للفوز بأغلبية برلمانية مطلقة.
إلى أحوال الطقس، حيث توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرود ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. ختام النشرة، وهذه تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. تنفيذاً لقرار العفو الرئاسي، الداخلية تفرج عن 1920 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء. الجيش السوداني يؤكد أن قيادات الدعم السريع فقدت السيطرة على عناصرها ويتعهد بحسم المواجهات سريعاً. موسكو تؤكد سيطرتها على مناطق جديدة غربية بخموت، وكييف تتحدث عن تأهب سفن روسية حربية بالبحر الأسود بينهم غواصتان مزودتان بصواريخ كاليبر. بختام العناوين نصل معكم لختام نشرة التاسعة، شكرا لكم وإلى اللقاء.